أعلن حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال عن مغادرته رسميا حزب الميزان بعد خلافات كبيرة مع نزار البركة الأمين العام للحزب على مستوى التزكية وتدبير فروع الهيئة السياسية ورفض القيادة المركزية خوضه غمار الانتخابات الجماعية بجامعة فاس. وقال حميد شباط في فيديو مثير للجدل نشره على صفحته الرسمية بموقع الفيسبوك تحت عنوان نزار والمؤامرة على فاس، إنه يعتذر للاستقلاليين على القرار الصعب الذي اتخذه، وخاطب الأمين العام قائلا والله ما نزيد معك السي نزار نهار. واتهم حميد شباط قيادة حزب الاستقلال بتهريب الحزب من الرباط إلى جنوب المملكة في إشارة إلى نفوذ حمدي ولد الرشيد داخل الحزب، وتابع أن قيادات الميزان لا تحترم النظام الأساسي للحزب والقانون الداخلي وقانون الأحزاب السياسية. واعتبر شباط أن هناك استقالات اليوم تهز صفوف حزب الاستقلال في كل المدن والقرى بتعبيره، مردفا أن الشغل الشاغل لقيادة الحزب هو التفكير في نفسها من أجل الحصول على مناصب في الوزارات أو الدواوين أو المؤسسات العمومية. وأوضح نزار بركة الأمين العام السابق أن حميد شباط باع مدينة فاس للدخول في تحالف حكومي مع حزب العدالة والتنمية من أجل نيل منصب وزاري، وزاد قائلا كان لدينا أمل لكي يترأس حزبنا الحكومة المقبلة لكن تصرفاتك أضاعت الفرصة. وكان حميد شباط قد عقد منذ أيام من اجتماع بمنزل محمد أوزين القيادي في حزب الحركة الشعبية الكائن بمركز حدواد إفران، وأكد القيادي في الحركة الشعبية أن هذا اللقاء جاء لمناقشة حيثيات وتفاصيل التحاق حميد شباط ومجموعة من الإخوان الاستقلاليين بحزب الحركة الشعبية والترشح باسمه. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.